السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالع النهاردة يا جماعة مش عشان خاطر أتكلم عن الصيد أو أتكلم على طعم أو كده، لا، هنتكلم على حالة عامة كل الناس بتتكلم عنها. هو فين السمك؟ دايما الناس اليومين دول بتروح تصطاد، مفيش أي صيد، مفيش أي سمك، مفيش أي حاجة. ولو سألت أي حد هيقولك بالضبط من 10 ل 15 يوم والدنيا واقفة. ده يا جماعة مش عشان خاطر أنت معاك صنارة غلط، ولا عشان خاطر معاك طعم غلط، ولا عشان خاطر اي حاجة، لا، ولا اي حاجة من الكلام ده يا جماعة. الموضوع كله ان لو حد متابع اليومين دول حركة الكواكب هيعرف ان في كوكبين بيتوازوا مع الكرة الارضية، بدأ بالضبط من حوالي 10 ايام، وان شاء الله هيستمر يعني هيبقى موجود لغاية اخر الاسبوع ده. حركة الكواكب ده يا جماعة، حركة التوازي دي، عاملة حاجة زي قوة مغناطيسية، دي مأثرة تأثير سلبي جدا على حركة ونشاط الأسماك، وطبعا تأثيرها القوة المغناطيسية على المية، فدوت مأثر بطريقة رهيبة جدا عن صيد السمك. فالفكرة كلها يا جماعة إن ولا زي ما احنا قلنا، ولا خبرتك ولا صنارتك ولا الطعم، هي بس اليومين دول إن شاء الله، يعني اللي أعرفه إن هي هتاخد لها مثلا من 10 ل 15 يوم. لذلك يعني المتوقع ان شاء الله ان الحاله العامه دي تخلص بامر الله طبعا على مثلا نهايه الاسبوع ده. فطبعا التاثير بتاع القوه دي يا جماعه، القوه المغناطيسيه دي، بالاخص على الدول القريبه من خط الاستواء، او طبعا الدول اللي بيحصل فيها المسطحات المائيه، زي مثلا كل دول بتاعت شمال افريقيا، هتلاقي التاثير ده مش في مصر فقط، لا، هتلاقي في الجزائر وفي المغرب، في معظم الدول اللي على الشط، المسطحات المائية على البحر المتوسط بالأخص، هتلاقي الموضوع ده مؤثر جدا، أو إذا كانت الدول قريبة من خط الاستواء. طبعا لو رحنا مثلا للسودان أو دول تانية، هتلاقي كل برضو الدول دي برضو متأثرة بنفس الفكرة دي. بس زي ما احنا قلنا يا جماعة، اطمنوا، الموضوع ملوش علاقة بخبرتك ولا بالطعم ولا بالصنارة، ومهما انت كنت خبرة، دي ظاهرة طبيعية يا جماعة، فما تقلقوش خالص. هي ان شاء الله ان شاء الله على نهاية الأسبوع ده بأمر الله الفكره دي هتتحل باذن الله، وان شاء الله ترجع تاني الصيد. بس ده ما يمنعش ان انت برضه ممكن تصطاد اليومين دول، لان طبعا رزق ربنا اهم من كل شيء. فده يا جماعه يعني ده السبب الرئيسي ان انا دلوقتي عملت لكم الفيديو ده، عشان اوضح النقط المعينه دي، وان شاء الله يا جماعه ربنا يكرم الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.